يمكن أن تسميه كل التسميات، لكن الشيء الوحيد الذي بت الآن أنا مقتنع به أننا في كل مرة سنحتاج تدخل قائد الثورة لكي يرجع لنا حقوقنا، وهو أمر صعب جدا نعم للغاية. أطال الله في عمر القائد وأبقاه لليبيا، غدا بعد غد لن نجد القائد، طيب لمن لماذا سنلجأ؟ تستقيل؟ يعني دعنا نتحدث بكل صراحة. أنا أستقيل اليوم احتجاجا على ما حدث، أستقيل لأنه بالفعل على ليبيا أن تنتقل من هذه المرحلة. مش سيف نعم الإسلام على فكرة لم ينم خلال 4 أيام نعم الماضية، كان ولكن معي أول بأول فيما حدث. ولكن نحن أطلق للأسف صراحهم أستقيل والزعيم اليوم طلب احتجاجا، التحقيق. يعني كما قلت لك، من سيعتذر ل6 فتيات الآن كنا في السجن؟ أنت لا تعرفين ما معنى أن يبقى 6 فتيات في السجن، ماذا يعني سمعة هؤلاء الفتيات بعد ما يخرجوا من السجن؟ يعني الجرح كان عميق جدا، الألم كان كبير جدا. أنا أشكر قائد الثورة، أنا كنت منذ اليوم الأول في لندن هنا، كتبت، اختلفت مع القائد، ثم رجعت عندما اقتنعت بصدق الثورة وبصدق قائد الثورة، واعتقدت بأنني أستطيع أن أنجز شيء. لن تعود اليوم إلى أنا لا ليبيا؟ أقول بأنني انسحبت، لا، أنا ما زلت في مقدمة هذا المشروع، أنا جندي، وأؤكد هذا الكلام عند نعم أخي سيف الإسلام وعند قائد الثورة، ولكن ليبيا لم تهيأ حتى الآن في أن تتقبل الآخر، شكرا ليبيا لك. لم نعم يعني تسمح لها الأجواء وأنا أدعو قائد الثورة بعد هذه المرحلة بأن يهيأ ليبيا لقبول الطرف شكرا الآخر. جزيلا لك من شكرا لندن لك. سليمان دوغ.